مديتنا أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. يسعدني مرة أخرى أو كيشرفني مرة أخرى نتلاقى معكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي نخصو لبعض المسائل، ولا لواحد اللقاء، واحد الحوار جراه الدكتور الباحث في التاريخ، الدكتور صديق السي عبد الخالق كلاب، مع الدكتور مصطفى قديري، أستاذ باحث ومختص في اللسان الغربي. هو واللي اثار الانتباه ديالي في هذا الحوار انه جبد نقش فيه بعض المصطلحات، واش هي عربيه او امازيغيه او مشتقه من اللسان الغربي، واش هناك تشابه ولا شنو. هنا وهنا بغيت ندلي حتى نبدل ديالي في هذا باش ميتو، لانه هناك كلمات أمازيغية فعلا، بعض المناطق وبعض الأسماء كلها أمازيغية ولا غبار عليها، كما قال السي القديري أنها فعلا الاستعمار الفرنسي والغزو الغربي والمشرقي هو اللي حور هاد الأسماء، وفيهم اللي تعرب وفيهم اللي تقلب وفيهم اللي وبالفعل. وبغيت نولي طر انتباهي انني بغيت نضيف بعض التوضيحات اللي كاينه عندنا حنا في سوس، ما ربما ما طلعش عليهم لا الدكتور القاديري ولا الدكتور كلاب. وبغيت حتى انا نحط هاد المسائل اللي كنقولوها حنا وباقا كتقال عندنا هنا في منطقه سوس، وخاصه في اقليم تجنيت لاش كننتمي انا هنا. دابا بغيت حيت ذكروا القرقرات، القرا، القور، الكركور، هل هي أمازيغية؟ لها نفس المعنى؟ وهل ولا هناك تشابه ولا متقاربين كما قال الدكتور القرا قرب فاس؟ الغراف قرب فاش كاين الكور وكاين الغراف جهه بن احمد فسميتو، كاين كما قال ما سميتو ديال غار جبيلات، قال لي السيد راه سميتو غور جبيلات غور، وهذا الغور هذا راه فيه بزاف ديال من الجراح ده بن حماد تتقال قال لك المرتفع، يا إما مرتفع دير بحال البزولة أو منخفض في الصحراء كيطرد إلا كانت السنة ممطرة. وفعلا هاد الشيء كله خاين، لأنه الجور والجور كله الجور الحاجة اللي هي دائرية، فعلا الجور الحلقة الجور مطلبة الطلبة أو الفقهاء اللي كيتجمعوا في النزاهة، تلقينا حنا النزاهة ديال الفقهاء ديال المدارس كتدار في بعض الزوايا وبعض المدارس العتيقة، كيكون الكور ديال الطلبة كيكون كيجلسوا دايرين وسط منهم الفقهاء اللي كيسميتو الناس دايرين بهم، وتيجمعوا الزيارات ديك الساعة والهدايا والمسائل الفقهاء. هنا هذا كور، وزيد ليه حلقات الفرزة الفرجة اللي كتقام في الأسواق وفي المدن المغربية، هذا كيتسمى غور، ومنها جات الكارة ربما، ومنها كما قلنا راه كاينين المسائل اللي هي سميتو جمع الكارة الكراير، فعلا كاين الكراير كاين الكارة كاين الكرارة، ها هي غير حدا تيزنيت هما كيهضروا بالدارجة المغربية بالعامية الكرارة، وكاين عاود أجرور أو إجرار، أجرور أو دره كما قال نتسي سميتو زريبة ديال فاش داك الحوش فاش كنديرو البهايم
في الدار كنسميوه حتى كرورت، تأنيت حتى كرورت التأنيت ديالها، وكنسميو أكرور لواحد الحوش عود ولا شي جنان صغير حدا الدار، تنديرو فيه تنحطو فيه الحطب وتتكون فيه مطفية وتتكون واحد الحوض صغير كنسقيو فيه. كان هذا كيتسمى أكرور، أكرور مذكر كأكرور التأنيث ديال أكرور. إيش إقرار جمع أكرور إقرار بالأمازيغية. قال سي عاود سي قدير أنه كاين تيكريكرا بجوار أزرو، وكاين تيكريكرا في طبع عمران، كاينة في منطقة طبع عمران في الدائرة سيدي إفني كاينة تيكريكرا. وكما قال مؤنث الكركرات هو الأصل أكركر، أي قرقر، وديك القرقرة جمع غير سليم وهو سميتو أي قرقر. وجا قال القر كما قلت راه الحلقة أمرقو على شكل دائري كما قال، راه كاين جي الخميس ديال أمرقو ولا خميس القر. وزيد على هاد الشيء شي دكتور عبد الخالق كلاب عاود قال الكركور، وهذا الكركور عاود ثاني فيه ما يتقال الكركور. الكركور كنقولوا اكركور المذكر، وكاين تاكركور المؤنث، وكاين ايكركوار، وكاين تيكركوار، وفيهم اللي تيتدار باش تسد بهم الملك، ما يدخليش ما يسرح فيه حد وما يجمع حد داك الافياش ديال الرجال. وما هذا كيكون كركور كبير وتتجير هنا كيتسمى تسد، ممنوع يدخل ليه شي حد تسد. ولا تي كركور كاينين عاود حيت ما يمكنش الحدود ما بين الفدادن ولا ما بين الحقول ديال الامازيغ ولا الاملاك، كتكون تاكركورت الا ما كاين حجره كبيره كتكون تاكركورت كتجمع، والكبير كيتدفن في الارض باش يشد باش يبقى شد مزروع في الارض ما يتحولش. حتى واحد الا بغى يدخل الحدود ديالو عندك يقطع منك متر ولا جوج هادشي كيوقع ما يقدرش، لان كاين الحد اللي هو الاصلي اللي تحط تزرع في الارض. وكاين تي كركوار ديال كاين كركور كما قال سي سميتو ديال شي حد تقتل في شي بلاصه، ولكن هذا كيكون قبر كاع وتنسميوه قبر الغريب، القبر الغريب هذه مفروغ منها. وكيكون كما قال سي عبد الخالق كلاب ديال الاولياء الصالحين، يا يعني اما جلس تما شي ولي او شي فقيه هما عندنا باقيين، كتكون تاكركورت كنقولوا ليها تاكركورت مؤنثه تاكركورت سيدي عبد الله واشتوك، كاينه باقيه فوق واحد الدوار عندنا دابا عبد الله واشتوك اللي شتوكي كان فقيه وعالم وردوه والي، داروا الى دزتي الى دزتي في ذاك الطريق اللي داز كيقول لك بلاتي تبرك ببركات سيدي عبد الله واشتوك، كيزيد عليها الحجر كاع كيزيد عليها الحجر، كتكون رامقه ديال الحجر وكيزيدوا عليها الناس كيلوحوا عليها الخصب. وكاينه كركورت دارت كركورت نتلاقى وحده الكركوره ديال سيدي بيعزال غير واحد ولي صالح عاود ثاني عندنا تاكركورت دارت كركورت نتلاقى وحده تاكركورت ديال سيدي بيعزال كنا كنجلسو تما كاع، دابا راه تبنى داك الشيء وما بقاش. وكاين أغدال راه عنده بزاف ديال المعاني عاود ثاني في الامازيغيه. أغدال يا اما تسد كما قلنا تمنع، يا اما فيه أولياء صالحون راه غتخرج فيك دعوت أقدال اللي دخلتي ليه، يا إما مسكون بالجن. هادو كلهم راه عندهم واحد العدد ديال المسائل واحد العدد ديال المعاني على حساب
سياق الهضره، وعلى حسب منين جبتي هاد الهضره. اوجدال يا اوجدال ديال الاولياء والصالحين، يا اوجدال ديال الجن، يا اوجدال اللي سد منه بنادم المسائل ديالو ما تقاسش. وبغيت غير نضيف هاد شويه باش هاد التكراكرا يكون فيها بحث الاستاذ الدكتور قديري، لانه قال تيكريكرا جهه ازرو راه كاين تكراكرا في طبع عمران. وبغيت نزيد هذا كرور والكور وهاد التكركورت، هاد الشيء نزيد فيه شويه ديال التوضيحات اللي معلومات اللي عندي حتى انا ان نعطيهم، لان كما قلنا راه غير الا جينا غير الدكالة راه كل واحد كي كيأولها في الامازيغيه. كان اللي كيقول لك تيدي كلت، وتيدي كلت كاين اللي كيقول الدواء كان تحت الارض، كاين اللي كيقول تيدي كلت. تيدي كلت هي هذه، هي هاد وسط وسط الكف في الداخل هو تيدي كلت، يعني الارض مبسطه الارض مبسطه. وهنا الان خص واحد الناس اللي هما مختصين في هاد الميدان هذا يديروا ابحاث ويجبدوا الحقائق ويجبدوا راه باقي الكلمات تداول، باقي الكلمات هاد الكلمات هاد المصطلحات تداول. علاش دابا اللغه المعياريه ملي بغاو الناس ديال المعهد يجمعوها اش داروا؟ نوضوا الناس اللي متشبتين باللهجات ديال كل المنطقه ما بغاوش تكون موحده، كل واحد كيقول لك لا اللهجه ديالي هي الصحيحه. لا، كانوا بعض الاساتذه يقولوا لهم اودي لا، خصنا اللي كتقال في السوسو ما كتقالش في الاطلس، داخله فيه لغه داخله، نحيدوا هذيك اللي هي داخله وندخلوا اللي كتقال في السوس. اللي كتقال في الاطلس وما كتقالش في السوس ولا في الريف وكانت كتقال في شي، نجيبوها نفس الشيء في الريف، نحيدوا هذوك المصطلحات او الكلمات الداخله وندخلوا اللي كتقال في مناطق اخرى ديال البلاد. حيت حنا بحال العرب، بحال العرب كل منطقه عندها لهجتها وهي لغه، كاينه اللغه الام وتفرعوا ومع التشتات ومع التفراق ومع واحد العدد ديال المسائل الحروب ومع 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 هذا الشيء اللي جاب حتى كل واحد دا واحد طريف وكيهضر. وكاينين بعض بحالنا حنا والاطلس كاع، سوس والاطلس راه متشابهه، اكل شال راه غير الكاف والشين، داري غوري عندي داري، اكل هو الارض ولا التراب، اكل اشال داري داري عندي غاري وهو او غوري في الاطلس، غوري او غاري، غرش دارك غرش. إذن أول كاين اللي كيقول أول، كاين اللي كيقول أور. إذن هذه دابا راه بحال لغة وحدة، إنما كل واحد والكنا وكيفاش كيخرج الكلمة. غادي نكتفي بهذا القدر. بغيت غير الأصدقاء وخاصة السي كلاب، هو راه كنا معاه تلاقينا معاه، حضرنا السنة الأمازيغية في أكادير معاه وشفناه تصورنا معاه وداك الشيء اللي كيقول راه منطقي، وبغينا نلوحوا هاد الشيء وباش يجيو مرحبا بهم. اللي بغى يجي يشوف هاد الكراكر اللي قلناه، هاد المسائل وهاد المصطلحات، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.